السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهاردة ان شاء الله عن موضوعين مهمين جدا جدا، وهو مسلسلات شركة القمر الجديدة. هنتكلم فيهم عن مسلسلين اكيدين هينزلوا معنا الموسم ده، وبالطبع مسلسل اراس بروت انيميلي. والموضوع التاني، هل قلب ارسلان انتهى عند فتح اني كده ومعادش فيه حلقات، ولا لسه فيه حلقات؟ ولو لسه فيه حلقات هيبقى معادهم امتى باذن الله. بس قبل ما ندخل بقى في حلقتنا النهاردة، يا ريت لو انت مش مشترك تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار من حلقات جديدة اول ما تنزل. وما تنساش برضو تتابعني على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك. ويلا بينا نبدأ في حلقتنا النهاردة. شركة القمر عندها على الاقل مسلسلين اكيدين الموسم ده، وانا هتكلم بس عن اتنين حتى الان. والمسلسلين هما العاصفة والغدار، ودول مجرد اسماء مبدئية يعني ممكن يتغيروا عادي جدا مع بداية الموسم. اول مسلسل معنا هو مسلسل العاصفة، اللي هيكون هو الهيبة النسخة التركي. طيب الهيبة، مسلسل الهيبة كان عبارة عن ايه باختصار شديد جدا؟ بطل مسلسل الهيبة كانوا حاجتين، وهو البطل معنا اللي هو الشخصية الرئيسية مع المكان الضبعة او الضيعة اللي هي المكان اللي هو الهيبة نفسه. طيب تعال نشوف كده مسلسل الحفرة كان ايه البطل بتاعه. البطل وهو الشخصية الرئيسية اللي هي ياماش كوشوفالي مع المكان اللي هو الحفرة، المنطقة الحي الحفرة اللي موجود معانا. طبعا ده باختصار شديد يعني هي النقط الاساسية بس. فيعني طبعا بما ان هو المسلسل النسخة التركي وبما ان هم اشتروا حقوق الهيبة، يعني هيبقى المسلسل نفسه بالظبط مع تغيير بسيط جدا في الاحداث بقى، يعني فيما يناسب المكان اللي هم يعملوه ويناسب الابطال مع الشخصيات. ولكن المغزى والقصة والخطوط الاساسية للقصة هي هيها بتاعت مسلسل الهيبة بالظبط، وإلا ما كانوش دفعوا في فلوس عشان خاطر يعني يعملوها النسخة التركية. كان عادي جدا اقتبسوها وخلاص، وكتب مقتبس من المسلسل، لكن طالما اشتروا الحقوق يعني هيعملوه بالظبط. فانت عندك كده مسلسل مشابه تماما لمسلسل الحفرة نوعا ما، القصة كده من بعيد او مش من بعيد، ده الخطوط الاساسية، العيلة مع البطل مع الاجواء والمكان هو نفس يعني قصة مسلسل الحفرة. فهل يا ترى اراس بروت انيمي اللي هيوافق على ده؟ لا، وبالفعل اراس رفض المسلسل المشتق من مسلسل الهيبة، ورفضوا رفضا باتا اللي هو مش هيعمل مسلسل المقتبس من الهيبة، لانه هو متشابه وبشكل كبير مع مسلسل الحفرة. فكده اول مسلسل معنا انتهى تماما بالنسبة لاراس بلوت انيميلي، وده اللي خلاه ينتقل لمسلسل الغدار اللي هيتكلم عن شخصية هو شخصيته يعني شخصية الغدار والعالم المافيا، وبيتمحور حوالين شخصيته هو وعن حياته هو وعن بقى علاقاته في المافيا والجو ده. مسلسل هيبقى اكشن درامي برضه، بس نوعا ما يبقى مختلف او هو مختلف عن الحفرة وبشكل كبير، وده اللي مخلي ان اراس بالفعل يعتبر وافق عليه. لسه بس بعض الحاجات هو مسلسل الغدار، وده المسلسل التاني اللي هيبقى من انتاج شركة القمر. طيب دلوقتي شركة القمر ما هي الا شركة منتجة، بيبقى لازم معها شريك. الشريك ده هو بتبقى القناة العارضة للمسلسل. يعني مثلا عندك مسلسل حفرة، او نقدر نقول ان اكبر نجاحات لشركة القمر كان مسلسل حفرة وفي الداخل اللي كانوا على قناة الشو تي في. شركة القمر نفسها بتفضل المسلسلات بتاعتها تتعرض على الشو تي في، لان فوكس يعني عموما هي مقبرة المسلسلات حتى عالميا. تلاقي المسلسل ماشي زي الفل ونجاحات، عامل نجاحات بالهبل، والقصة تيجي منها مواسم ومواسم، وتلاقي فجأة يقولك ايه المسلسل هيتوقف، المسلسل هينتهي. فشركة فوكس هي مقبرة المسلسلات، وزي ما قلت ده حاجة عالمية. طب دلوقتي شركة القمر من مصلحتها انها تعمل الشراكة مع مين؟ تعمل الشراكة مع اي قناة تانية الا قناة فوكس. طب دلوقتي في عقد اراس بلوت انيميلي بينص على ان هو مع ديزني بلس، وان هو في نفس الوقت يعمل المسلسلات تبقى على قناة فوكس. فهنا في مشكلة، اراس نفسه مش حابب يخش مجال التلفزيون على شركة فوكس، لان زي ما قلنا هي مقبرة المسلسلات، وفي نفس الوقت شركة القمر بنفس النظام مش موافقة. طب هل كده ما يقدروش ان هم يخلوها على اي قناة تانية؟ لا بالفعل يقدروا، فالبنود في العقد يعني نوعا ما مختلفة شوية، فعادي ممكن تعدي وممكن يلاقوا ثغرة ويخلوها على اي قناة تانية. بس ايا كان مسلسل الغدار هيبقى هو من بطولة اراس بلوت
إيميلي بإنتاج شركة القمر، حتى الآن لسه مش محددين هل هتبقى على قناة فوكس ولا هتبقى على قناة الشو تي في. طيب دلوقتي أنا جيت قلت لكم سيبكم من في على ستوري انستجرام، قلت سيبكم من جلال سيفيم والمسلسل هيبقى عادي في الموسم من بدايته في نهاية شهر 9 أو بداية شهر 10، مش زي ما جلال سيفيم قال على إن هو هيبقى في شهر 1. وناس كتير زعلت وقالت إن جلال سيفيم صحفي موثوق، وبالفعل جلال سيفيم صحفي موثوق بالنسبة لي أكتر من اسمها إيه دي، نسيت اسمها والله، مع إنها بتردك كتير جدا، اسمها إيه؟ سيرين. مع هو يعني موثوق جدا بصراحة يعني، وجيت قلت لكم هفهمكم في الحلقة. فببساطة شديدة هو موثوق جدا، بس هو صحفي كبير وكلمته مسموعة، فمعلش لما يقول إن المسلسل في شهر 1 متابعي أراسه بشكل كبير هيتضايقه ويعملوا حملات ضده، ضد الموضوع، ضد ان هم يخلوها في شهر 1، لان شركه فوكس ما بتلتزمش بال يعني من الاخر بالمواسم زي ما بيقولوا. شركه فوكس بالنسبه لها مع نفسها عاده تبدا المسلسل في شهر 1 وقشطه ومية مية، فلما يعلن ان هو شركه فوكس عايزاه، وبالفعل هي شركه فوكس عايزه كده، بس شركه القمر عايزه العكس، عايزه تخليه في شهر 9. فهو ده مجرد هو خطه بالاتفاق مع شركه القمر ما بين الصحفي جلال سيفيم ان هو هينشر الخبر ده اللي هو بالفعل خبر حقيقي، بس مش عشان خاطر ان هو خبر هيتنفذ وهيحصل، لا ده لإثارة الجدل، عشان خاطر متابعي اراس بلوت انيملي يبدو استيائهم ان بطلهم هيعمل مسلسل في شهر 9 في شهر 1 قصدي، لا هم عايزينه من دلوقتي اصلا يعني. فلما يتعمل هاشتاجات ويتعمل ضجة ان هم لا عايزين المسلسل بدري من كده، يقدر الفوكس تنسحب من المسلسل ويعني يقدموها على قناة الشو تي في، لان بانسحاب فوكس من المسلسل كده خلاص العقود تبقى مظبوطة، وأراس بلوت إنيميل هيقدر يعمل وشركة القمر يقدروا يعملوا على قناة تانية. فما هي إلا لعبة إنتاجية ولعبة إعلامية بحتة. عشان كده أنا بس بوضح النقطة دي عشان أقول لكم ليه أنا قلت سيبكم من جلال سيفيم، لكن جلال سيفيم صاحبي موثوق جدا جدا، باخد منه الأخبار حتى عادي تمام، بتبقى أخبار موثوقة، باخد منه أخبار مش تحليل، لأن أنا دايما تحليلي حتى من مسلسل حفرة كان بيبقى قبله توارد افكار عادي جدا، هو ما يعرفنيش اصلا انا ولا حاجه بالنسبه له، دي حاجه اكيد حاجه معروفه يعني، بس هي بتبقى توارد افكار. وحلقه الحفره التحليليه اللي متابعني، لان اتهمت كتير على فكره مع اني بنزل الحلقه، والله كنت بنزلها الفجر، هو بينزل تاني يوم المغرب ولا حاجه يعني، فهي مجرد هي توارد افكار فقط لا غير. فلا هو صحفي موثوق زي ما قلنا. فكده انتهت اول جزء معانا من الحلقه. تاني جزء معانا وهو مسلسل البارسلان. كلنا عارفين ان باريش ارتوتش موافقش على تجديد المسلسل الموسم ثالث وقال لك خلاص هينتهي، وبعد فتح اني حتى الان بقى لنا تقريبا شهر اهو مفيش اي حلقات لال بارسلان ومفيش اي اخبار حتى عليها، على الرغم من ان هم انتهوا من معركه ملاز كارد اللي تبقى على حلقتين وجابوها، وباريش ارتوتش خلاص غير الستايل بتاعه، حلق دقنه وظبط نفسه وحلق شعره وعمل ستايل تاني غير ستايل قلب ارسلان و100 100، وبالفعل جابوا لنا صور وفيديوهات اتسربت من الكواليس لمعركه ملاز كارد. طب ايه الحكايه وايه الليله؟ من الاخر هو صور الحلقتين بتوع معركه ملاس جارد، والحلقتين مدتهم ساعتين ونص وساعتين ونص، 5 ساعات تمام، ولكن الشركه المنتجه اجلتهم تماما وهيتذاعوا في اخر شهر 9 قبل بدايه الموسم الجديد، غالبا هيبقى قبل يعني قبل المسلسل الجديد للشركه اللي هو صلاح الدين، مع ان في مسلسل تاني هي بتنتجه مسلسل تاريخي لسه ما اعلنوش عنه، فهيعملوا الحلقتين دول قبلها، وبيفكروا يخلوها فيلم واحد يعني كفيلم كده عن معركه ملاس جارد، هيعملوه هم من انتاجهم وينزل سينما هناك. بس انا اظن ان هو هيرجحوا الموضوع ان هو هيبقى الحلقتين عاديين ينزلوا على اسبوعين او في اسبوع واحد قبل مسلسل صلاح الدين، عشان يجذبوكوا لمشاهده، ياخدوا الجمهور بتاع قلب ارسنال يضخوه مع مسلسل صلاح الدين، يعني يبقى دعايه لصلاح الدين المسلسل اللي هم يعملوه من نفس انتاج الشركه اللي هو امرا يعني من الاخر. ولكن الاكيد دلوقتي ان الحلقتين دول معركه ملاس جارد نهايه مسلسل قلب ارسنال مش هيتذاعوا ابدا دلوقتي، مش هيتذاعوا قبل النص الثاني من شهر 9 باذن الله. بس ده كل اللي عايز اقوله في حلقتنا النهارده، في انتظار اي حاجه جديده تنزل هنتكلم عنها، وان شاء الله انتظروا الحلقات اللي جايه، في مفاجآت كبيره جدا لسه مش عارف هل هتنزل على نفس القناه ولا هعمل لها قناه ثانيه، ولكن يعني انتظروا مفاجاه كبيره جدا مني يعني ان شاء الله تعجبكم. تابعوني على الانستجرام عشان خاطر تعرفوا اخر التطورات بتاعتها. يا ريت لو تعمل لايك وشير للحلقه، ويا ريت انت مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقه الجديده لما تنزل. ما تنساش برده تتابعنا على الانستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله.